كورس التوفل من مركز الخوارزمي الأكاديمي اللي رح يبدأ ب15/3. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه. رجعت لكم انا براء بكورس جديد رح نعلن عنه بمركز الخوارزمي الاكاديمي، واللي هو كورس التويفل. اغلب الجامعات حاليا عم تبدا لتحضير نفسها لاجراء امتحانات اليوس والسات، ومن ثم البدء بالمفاضلات. ومثل ما بنعرف انه كورس التويفل ايضا اللي هو كورس لغه انجليزيه بيزيد من فرص القبول بالجامعات الحكوميه بشكل او باخر، ايضا بحكم انه الطالب رح يكون موفر سنه دراسيه بعد ما يقبل بالجامعة لحتى يقدر يبلش بالفرع اللي راح يكون باللغة الإنجليزية اللي هو راح يقبل فيه. لهالسبب مركز الخوارزمي الأكاديمي عم يعلن عن كورس توفل جديد راح يبدأ بتاريخ 15/3. طبعا عدد ساعات الكورس راح تكون تقريبا 80 ساعة، ومدة الكورس راح تكون هال80 ساعة متوزعة على 3 أشهر. إضافة لأنه بنهاية الدورة راح يكون في عنا 3 امتحانات تجريبية تحاكي امتحان التوفل في الواقع، يعني الطالب مثل عم يعمل بروفا مباشرة لامتحان التوفل، وراح يكون في 3 منه. طبعا الكورس او الدورة راح تكون بإشراف الأستاذ القدير أيهم الجرك من مركز الخوارزمي الأكاديمي. راح يكون الكورس أونلاين ب$400 فقط. طبعا أيضا لما بتسجلوا بهذا كورس التوفل راح يكون في عندكم، راح نعطيكم من عندنا الكتب، راح تكون هاي $400 شاملة الكتب، إضافة للعديد من الدروس المسجلة مسبقا اللي فيكم أيضا تحضروها لحتى تحسنوا حالكم أكثر وأكثر عدل 80 ساعة اللي هي أساسا راح تكون أونلاين معكم بكورس التوفل الحالي. في حال كان عندكم الرغبة انه تسجلوا بكورس التوفل، كل اللي عليكم انه تتواصلوا معنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لحتى تثبتوا قيدكم من الان، لانه المقاعد ايضا بهذا الكورس محدودة. ان شاء الله تكونوا بصحة وعافية، بنشوفكم بفيديو جديد. سلام.